مرحبا واهلا وسهلا فيكم، وصباح الخير وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن مكان رائع جدا ممكن تروح انت والعيلة يوم السبت. هاي السينما رخيصة جدا جدا جدا، موجودة في اوتوا. خليكم معنا عشان تشوفوا شو هي السينما. طبعا اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي هو بدك تروح تحضر السينما. في سينما في اوتوا اسمها سينيبلكس. سينيبلكس بتعمل عرض اسمه عرض العائلة كل يوم سبت، في مواعيد للأفلام. حاط لكم بعض الأفلام. طبعا هذا الوقت الأفلام تتغير من أسبوع لأسبوع ب$2.99 فقط، يعني $2.99، بما معناه أنه أقل من $3 للشخص ممكن تروح تحضر فيلم في السينما مع أولادك. هذا للفاميلي. عادة هاي الأفلام بتكون فاميلي أورينتد، يعني مهتمة بالعائلة، وطبعا بتكون أفلام شوي قديمة، يعني تبعت بداية السنة، مش اللي هي فيري فيري نيو. مثلا سبايدر مان الآن موجود. سبايدر مان طلع أعتقد بشهر 5 أو 6، فالآن موجود على العرض. فبالتالي هاي العروض سهلة جدا. وللعلم انه كل السينمات، يعني اقرب سينما الك من سينوبلكس بتسوي هذا العرض. روحوا على موقعهم، حاط لكم الرابط تحت، وبتقدروا تدخلوا وتشوفوا شو العروض تبعتهم يوم السبت. ان شاء الله تنبسطوا. وحاب اذكركم واشكر السيتي كونسلر تيم تيرني على دعمه لهذا الفيديو والفيديوهات القادمه، وثامز اب له ولكل الداعمين، وشكرا لكم. اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه واعملوا شير مع صحابك.